فاهمه؟ فلازم تبقي مركزه قوي، مركز عارفه قوي. انت بتعملي ده ايه برضو امتى حاجة بالظبط. حلوة قوي، انت دخلتني في الترانس والتكنو. هو التلاتة والهاوس، التلاتة هم الكترونيك دانس ميوزك، بالظبط. ويمكن التلاتة كمان بحس ان هم عندهم نفس البيزك بيت انفراستراكشر. فايه يعني ايه شوية يعني، يمكن في وقت واحد يعني، ده مثلا في نص الثمانينات، والترانس هو اللي كان في اول التسعينات، مثلا فكانوا الاثنين كله ظاهر في وقت واحد وقريبين يعني. الناس اللي هم مش ميوزيكال قوي او مش دارسين زينا يعني مش هيحسوا بالفرق قوي. كان بالظبط، تكنو والترانس كان هم اللي مكتسحين مسيطرين جدا. الفترة من زمان، وبعد كده دخل الهاوس عليهم. ايه الفرق بالظبط. بينهم وبين الهاوس؟ بص اقول لك حاجه، هو الفرق في السرعات دي اول حاجه. يعني الهاوس ابطا شويه من التكنو ترانس. التكنو ترانس اسرع كسرعه البيتس نفسها، يعني عارفه الدرامينج نفسها تيك تاك تيك تاك. سرعه الهاوس ابطا، فبيخليكي تقدري ان انت تحطي عليها انواع مزيكا تانية اكتر. انت جونز عارفه تعملي تانية ممكن فيوجن تدخلها. من بقيه انواع ميوزك مختلفه، تقدر تلعب معاها. لكن الترانس عشان سريع فليه سامبلز معينه، يعني ليه اصوات محدده هي اللي بتقدر تلعب بيها. اوكي، هو ده عشان كده هو ما يعني مش ما قادر، استمرش قوي، مش مستمرش. هو مستمر طبعا بس وقوي مش جدا حاسه بره، بس بس هنا حاسه ان الناس ما بقتش برضو يعني بتروح الاماكن اللي فيها ترانس بص كتير، ما بقاش. يعني هنا كراود في مصر عامه بيحب التغيير، بيحب الحاجه الجديده على طول. فلما هتقعد تسمع ترانس سنتين ثلاثه انت مش حاسس ان في اصوات جديده او حد بيخطفك عايز اغير بحاجه صح. جديده، فاهماني؟ فما بتلاقيش ده في ترانس، لكن بتلاقيه في الهاوس بقى على طول. طب يعني الهاوس كل تراك ممكن يبقى مختلف عن التاني، في صوت جديد تماما، في سامبل انت عارفها من زمان، حاجه بتشد الودن بسرعه. زي انت عمري لما نزلت قلبت الدنيا، بالظبط قلبت بالظبط. الدنيا يعني. يعني عشان بس هي حاجه الناس عارفاها، مش حد ما بالظبط يعرفش ام بالظبط. كلثوم وانت عمري. فاول ما اتسمعت طبعا كل الناس راحت لها. يعني لو كانت عامل ترانس هتبقى صعبه جدا، صعبه جدا. هتضطر بقى ان انت تسرع صوت ام كلثوم فانت مش هتقدر تسمعها. فهو ده بقى مش الفرق بين هينفع، وهتغير النبره عشان تبقى شبه الكترونيك اكتر. بالظبط الى يعني في الهاوس بتتحكم في السبيد اكتر، تبقى السبيد مور كنترولر اكتر عن عن التكنو الترانس. لازم والترانس. التكنو والترانس لازم يبقى سريع. طب احكي لي الشغل عامه عامل ايه في مصر؟ يعني هل انا كنت عايز يعني كنت دايما عندي التخيل ان عالم الديجيهات ما فيش نفسنا، الدنيا ماشيه حلو، كله بيساعد بعض وكله حبايب. بص اقول لك حاجه، هي اهم حاجه ان الواحد بجد يعني انا ممكن مثلا انا بلعب مزيكا بشكل معين، مش شرط ان انا ابقى احسن واحد في العالم. يعني اكيد في حد بتعلم منه، فاهمني؟ يعني في حد انا ممكن بروح حفله فاهم اول مره بشوفه مش مصدق اللي هو بيعمله، ممكن يبقى اسم ما اعرفوش خالص، فاهمني؟ لكن ما تحطش لنفسك بقى عارف حته اللي هو في ناس لا انا كده كده احسن من الناس دي. ما فيش حاجه ده اسمها في كده. اي فيلد بقى، مش الدي جي بالظبط، بس مش الدي يعني. جي بس يعني. فانا لازم يبقى في حاجه جديده ففي نفسنا. بص مش نفسنا بس، بقى انا مش بعمم برضه، بس عارف هو بتبقى حته بس ان الواحد بيبقى حاسس ان هو الاحسن. يعني طب عارف بص انا هقول لك على حاجه، اللي احنا هو هناخد بس عشان الموضوع ده شكله عايز دردشه شويه، احنا عندنا فاصل لازم نطلع فاصل، اوكي فهنطلع ونرجع نكمل مع الموضوع ده. alright هنطلع فاصل بسرعه ونرجع تاني. استنى ولسه مكملين حوارنا مع دي جي كارلوس. كارلوس احنا قبل الفاصل عادل كان بيسألك على النفسنة بين الدي جيز والكومبيتيشن وكده. انا كنت عايز اعرف بقى فكرة الدي جي في مصر انت شايفها ازاي؟ يعني احنا بقالنا فترة في السنوات الاخيرة بقى في بانز كتير غزو بانز، بيلعب غربي بيلعب عربي، وبقى في دي جي وبقى منتشر جدا دلوقتي في مصر، وبقوا ممكن كمان يلعبوا بره كمان. فهمت قصدك. بص اقول لك حاجة، موضوع الميوزك اصلا عامة مرتبط بالالات، ما ينفعش يبقى في واحد بيلعب موسيقى من غير آلة يعني. فكل ما هيبقى في محلات بتبيع آلات أكتر كل ما الميوزك هتكتر أكتر. يعني أنا ساعة ما كنت مثلا بلعب جيتار كان في بالظبط أربع أماكن هي اللي بتبيع جيتار وحاجات الجيتار في مصر. ولو يوم حد يبقى ما فيش جيتار، ما فيش بقى حاجة، ما فيش، مش هتلاقي أو فيش صار قطع قطع منك وتر خلاص خلاص بقى، انسى يوم الاثنين بقى خلاص الشغلانة. فدي جيينج
محتاجه اكويبمنتس واكويبمنتس غاليه اغلى من الجيتارات كمان فاهماني. ف كل ما هيبقى في حتت اكتر بتبيعها وان الناس تبتدي تتداولها بقى واللي هو انا عندي حاجه عايز ابيعها واحطها وناس تشتري مني الاجهزه تكتر الكالتشر دي هتكتر. كل ما يبقى في اماكن الناس بتعلم اكتر كل ما ناس اللي هي انترستد لان اي حد ممكن يبقى دي جي اي حد بس مش اي حد ممكن يبقى دي جي جامد. لازم تبقوا عارفين في فرق كبير يا جماعه بين ان ان انا ممكن يبقى عندي اغاني كتيره واقعد في البيت والعب وظريف لكن في فرق بقى بين اصحابك يقول لك لا انت جامد انت ما بتهرجش احنا بنبسط لما بنسمع مزيكتك فاهمني وبنسمع حاجه ديفرنت وان انت عندك لايك فيجن يعني عندك حاجه عايز تحققها عايز توصلها رؤية. في الساعه او في النص ساعه اللي انت هتلعبها دي الموضوع مش مجرد ان انا معايا شويه اغاني واحط دي ورا دي ورا دي ورا دي بس هو طب انت طموحك وقف كده يعني بكلم ان انت خلاص انت دلوقتي لما لا انا مين, مين احسن الديجيات في مصر واحد منهم بيبقى كارلوس انا لسه ما ابتديتش اصلا يعني طموحك ايه لعبت بره ولا لسه ما لعبتش لا ما لعبتش بره لان حته ان انت عشان تلعب بره لازم وراك مانجمنت لازم وراك ناس بتديرك احنا في مصر هنا ما فيش مانجمنت نو اوفنس احنا فقراء في هاو تو كرييت ا ستار اي حد بيطلع في اي مجال في اي رياضه في اي حاجه تبقى طفره شخصيه واحد اصراره مش سهل اصرار مصري موجود عندنا كلنا كل الناس مصريين عندهم اصرار مش طبيعي بس هو واحد بيصر بقى في حاجه معينه انا عايز اعمل دي لغايه ما يطلع وممكن العالم كله يعرفه بس لازم بيفيد احنا اللي بنوقعه فاهمني ليه عشان احنا ما عندناش بقى اللي يسنده اللي يفضل فنده بقى اللي هيسوق له وهيظبطه يفضل نجم عالمي مفيش حد يعرف يطلع لوحده لازم يبقى فيه جزء لو طلعت حتى يعني لو بطل اولمبي انت واحد بتتمرن ب كوز اسمنت زي ما بيقولوا بس رحت خدت ميداليه فاهمني بس لما بترجع هنا مفيش حد بيديرك بتنجرف للاهواء بقى او بتنجرف للدنيا زي ما بتاخدك فما بتعرفش تروح الاولمبياد طب انت هتحل المشكله دي مع نفسك ازاي؟ والله انا اهو من هنا انا نفسي اطلب يا جماعه الناس اللي عندهم شركات انتاج ريكورد ليبلز لازم يا جماعه تبتدوا تركزوا في ان الالكترونيك ميوزك مكتسح العالم مكتسح العالم اللي الناس بتقدمه انا بعتبره زي مخدر للشعب فاهم المزيكا اللي احنا بنسمعها دي اللي هي 3 دقايق وبتتعمل في نص ساعه وقلب فاهم والكلام ده يا جماعه ده عيب احنا مصر يا جماعه احنا مصر يعني انا بطلت اسمع عربي من عبد الحليم حافظ محمد فوزي محمد منير وانت مش كبير انت كام 31 سنه صح عمرو دياب وانا صغير بعد انت عندك كام سنه 31 عندي 31 يعني انت مش الشاب العجوز بقى اللي خلاص مش عجوز بس انا بس يعني العربي المزيكا العربي بجد هي بتاعه زمان هي الواحد كان بيقدر يقف قدام الناس يغني ساعه والناس ما بتتفرجش على حاجه دي مش سينما وبتهلل مش مصدقه نفسها من صوته عشان نستخدم مزيكا عربي او انت في المزيكا دلوقتي حد دلوقتي طبعًا في التراك طبعا يعني طبعا يعني وببقى عارف لايك فخور ان انا بحط حاجه زي دي لان مش سهل ان انت تعرف يعني تسانكرونايز مع الميوزك دي بس بتلاقيها بتليق لان الحاجه الحلوه بتليق على الحاجه الحلوه وريفر بقى الزمن بتاعها امتى دي كانت حلوه وانت بتعمل حاجه حلوه ما نسمع التراك خلاص عايزين نسمع حاجه ثانيه بقى نسخ عشان احنا نكمل بقى ونعمل كمان مره